ده لو ابن حلال يعمل كده او يقول كده حتى لو امه فيها ايه؟ رد في كده قصاد الخمسة مليون جنيه، بيقول لجوز اختي بيضه ومتقشره لي، مش هطول القشره مش البيضه. اتفضلوا اسالوا الاسئله اللي انتوا عايزينها. رساله حضرتك لاكرامي، ربنا ياخده. لوالدها بقى او لكل الناس. انا ما اعرفش والدها اللي داخل فيا هجوم مقادير اخر يقف قصادي في المحكمه، يقف قصادي على الكلام اللي بيقوله عليا. من 35 سنه ما شافش شكلي عشان يهاجمني الهجوم ده. قال لي كان بقى متواعد بفلوس ببتاع اللي محركاهم. حضرتك شاكه ان في حد ممكن يكون مديله فلوس علشان يعمل كده؟ طبعا صاحبتها، صاحبه بنتي اللي للاسف صاحبه بنتي. يعني احكي لنا عملت ايه او بتقول ايه؟ هي اللي محركاها، معايا تصوير، انا معايا تصوير وهم قاعدين بيتفقوا من قبل ما يطلعوا الحلقات كمان. يتفقوا على ان هم يهاجموا المفاجاه لبنتك بعتها لي. يعني هم يهاجموا حضرتك؟ طبعا. بيقطعوا فمها عشان امها ما تكملش. لا والله لو شلتوا الارض اللي علي اللي انا واقفه عليها لخطت على ركبي واجيب حق بنتي. طب صح، صاحبتها بتعمل ليه كده؟ تسأل هي ليه؟ ليه؟ تعملي كده ليه؟ بتحاولي يعني تطلعي ايمن عشان يتصرف عليكي زي شيماما كانت بتصرف عليكي؟ صح؟ كانت بتقعد عند بنتي بال 10 15 يوم والشهر. كانت بتصرف عليها. طبعا صاحبتها. سما طلعت تقول الحقيقه. بتقول لها كانت بتقول لي معايا محاميه شاطره مدى يعني بتشغلها. ادي حنيه شيماء جمال. وهي طالعه تقطع في مامه شيماء جمال. وانا ما اعرفهاش على فكره، في حياتي دي كلها ما شفتهاش الا مرتين ثلاثه. هما مرتين كمان. مره كانوا جايبين لي جنى هنا وكان عندهم حلقه. وتاني مره شفتها في بيتها. وتالت مره في السنتر اللي بنتي كانت عملته. بس.